نحكم على أسوار الذهب بما تم. يعني لو كان هو قال كده في الأول ثم استمر حاكما إلى ما شاء الله إلى أن يزيح الشعب، يبقى كان يبقى ما حكمناش عليه بهذا الحكم. وأنا أتمنى إن ما حدث في 30 يونيو أن يكون مؤقت، ويبقى هو فاهم أنه هو مؤقت، وأن المقصود به إعادة الحكم إلى المدنيين وبالضوابط الديمقراطية المعتادة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يقصد حضرتك؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي. أن يكون فترة حكمه فترة مؤقتة حتى يعود. محددة الهدف، محددة الهدف بإني أنا أريد أن أعيد الحكم إلى الدولة المدنية أو مدنية الدولة، وأن يتفرغ الجيش لمهامه القتالية. ما بقولش كده لان ضيق بالجيش، لا، انا مشفق عليه. الجيوش التي لا التي تحكم لا تحارب، والجيوش اللي تخوف شعبها ما تخوفش عدوه، يعني هذا عبر التاريخ. والدول اللي فيها جيوش قوية ومرهوبة هي الدول المدنية، يعني اللي فيها ديمقراطيات مستقرة. اقوى جيش في العالم يبقى الجيش الامريكي مثلا، الجيش الانجليزي مرهوب، الجيش الفرنسي مرهوب، دول مستقرة فيها جيوش قوية. ومصر محتاجة جيش يحارب مش جيش يحكم.